معانا على تليفون الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق. دكتور مساء الخير، أهلا بحضرتك. ويعني كل يوم بنسمع أو بنقرأ عن إشادة دولية بالمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، بتتابع الإشادات دي إزاي وبتدل عليه؟ أولا مساء الخير. أنا طبعا ببقى من أكثر الناس سعادة بإشادة الهيئات الدولية بما يحدث في قطاع الصحة في مصر. حضرتك عارفة أن قطاع الصحة من أصعب القطاعات أن يحدث فيها إنجاز، وهذا الإنجاز يلقى إشادة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي في كل بلاد العالم، لأن الصحة والنظم الصحية بتمثل تحدي كبير لكي يحوز النظام على رضاء المواطن. يعني حتى في المؤسسات الصحية يكون هناك مؤشرات للأداء تشكل جزء كبير من نجاح المنظومة، والمكون الأهم هو درجة أمان ودرجة رضاء المريض. ده بيشكل جزء كبير من نجاح المؤسسة اللي بتقدم الخدمات الصحية. فأن يحدث إشادة من منظمة الصحة العالمية، ودي مش أول إشادة، دي يعني الإشادة اللي جات في على مرات متعاقبة على مدار السنوات الماضية، وكان الهدف الأساسي أو الإشادة الأساسية بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي، أو الصمود أمام فيروس سي وإحداث طفرة تاريخية في منظومة الوقاية والعلاج. وأشادت منظمة الصحة العالمية وعقدت اليوم العالمي للكبد لأول مرة خارج منظمة الصحة العالمية، عقدته في مصر في عام 2015. طبعا على مدار السنوات الماضية شفنا قد إيه مصر أثبتت نجاحها في مواجهة هذا المرض، وأيضا أصبحت قصة نجاح بمبادرة 100 مليون صحة، لأن المبادرة دي جاءت أساسا للكشف عن المصابي فيروس سي، وإلى جانب الكشف عن هؤلاء المصابين تم الكشف عن مجموعة عديدة من الأمراض الغير سرية، اللي هي الأمراض كانت تشكل خطر كبير لصحة الإنسان زي الضغط والسكر وأمراض القلب والسمنة المفرطة، وتلاها مبادرات عديدة جدا كلها مبادرات رئاسية توجه أساسا لصحة المواطن. طبعا لأن أنت شايف حضرتك أن بيحدث ريفورم أو إعادة هيكلة للنظام الصحي بالكامل، وننتقل إلى نظام التأمين الصحي الشامل. يعني بيقول في نفس الوقت حتى تكتمل منظومة التأمين الصحي الشامل توجد مجموعة من الخطوات اللي بتمثل دفع للنظام الصحي بخصوص المبادرات، زي مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة قوائم الانتظار وإنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية والتدخلات الطبية والجراحية المختلفة. كل ده العالم بيبص علينا بيشوف مصر بتتطور إلى أين، لأن تعلمنا جيدا أن سيادة الرئيس قال في بداية فترة الرئاسة الثانية أن إعادة بناء الإنسان هو الهدف. يعني بعد التحديات الكبيرة اللي كانت بتقابلنا في الفترة الأولى من الأمن والطرق والكهرباء وخلافه، أصبح إعادة بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية، ومما لا شك أن مكون الصحة يمثل الركيزة الكبرى في يعني استقرار المواطن وإعادة يعني اطمئنانه وإعادة الاستقرار الاجتماعي والصحي للمواطن المصري. أكيد. اتفضل يا فندم. الحمد لله. فالحمد لله يعني هذه المبادرات بتمثل يعني ركيزة أساسية أصبحت مكون أساسي لقطاع الصحة، إلى جانب طبعا أنت عارف حضرتك التحدي الكبير اللي العالم بيشهده على مدار العام ده والعام السابق فيما يخص منظومة الكورونا والتحدي الكبير اللي كل النظم الصحية يعني عانت وأيضا ما زالت تعاني بعض البلدان، لكن إحنا في مصر الحمد لله إلى حد كبير قدرنا نقف لمواجهة هذا الوباء، وفتحت المستشفيات الحكومية والجامعية لاستقبال المواطنين ويعني والعنايات المركزة. كل ده كان بيمثل تكلفة كبيرة جدا 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 على القطاع الصحي، سواء توفير الأدوية، توفير أسرة العنايات المركزة، تشغيل هذه الغرف العنايات المركزة، كان بيمثل يعني تحدي كبير جدا جدا قدرت مصر أنها تتغلب عليه بتوجيه رئاسي وما كانش فيه معاناة. ونأمل إن شاء الله أن الموجة اللي احنا فيها تمر على خير بإذن الله، مع الالتزام الشديد والصارم بالإجراءات الوقائية قدر المستطاع، والإقبال أيضا على التطعيمات، لأن التطعيمات دي بتمثل أيضا يعني الوسيلة الكبيرة أو الكبرى لمواجهة الفيروس. فطبعا أن توفر الدولة هذا الكم من التطعيمات وفتح الأماكن اللي بتقدم فيها التطعيمات، كل ده طبعا بالمجان، مش هقول أنه بيرهق ميزانية الدولة، لكن هو واجب أصيل على الدولة وحق أصيل للمواطن في الأوبئة والأمراض أنا بشكر حياتك طبعا. شكرا جزيلا دكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق على وجودك النهاردة معنا في المواجهة. شكرا لك يا فندم.